استاذ اشرف، 1 نوفمبر قمه عربيه طال انتظار، اجلت وقت كورونا، والان في رغبه عربيه لانجاح القمه تستضيفها الجزائر الشقيقه. وحضرتك سبق ليك طبعا العمل كمدير لمكتب الاهرام في الجزائر، بتشوف المطلوب من القمه العربيه ايه في وقت دقيق زي ده؟ ازمه عالميه ضاغطه، وضاغطة على المنطقة العربية بقوة. كل تأكيد احنا تأثرنا زي المجتمع الدولي متأثر بشكل كبير جدا في تداعيات ما حصل على مدار 8 شهور منذ انتهاء الحرب الأوكرانية الروسية في 24 فبراير من هذا العام تحديدا. وانا في وجهة نظري الحرب مستمرة حتى عام 2023 2023 وربما يكون الفيصل، يبقى الحسم في 2023 ولا مكملين شويه؟ لا اعتقد 2023، لان المجتمع الدولي وبالذات اوروبا لن تتحمل كثيرا بدليل حجم الخلافات اللي موجوده داخل اوروبا خلال الاسبوعين الماضيين. النهارده على سبيل المثال في اجتماع وزراء خارجيه الدول الاوروبيه خلافات وانقسام عمودي بين مواقف الدول، قمه اوروبيه يوم الخميس القادم للبحث في مجموعه من المقررات باتجاه روسيا، ابرزها ما يتعلق بتسعير النفط والغاز الروسي، وهذا الامر واجه معارضه شديده في التصريحات المسبقه. النهارده المناورات اللي تمت النهارده ردع النووي النهارده من قبل اتحاد قبل الناتو 14 دوله على مقربه 1000 كيلو من روسيا فوق بلجيكا وفوق بريطانيا، بتقراها ازاي؟ بقراها ان نوع من ارسال رسائل للجانب الروسي بعدم اللجوء الى التفكير بتاتا، ان ده خيار شمشوني بالنسبه لك. اه بالظبط كده، واعتقد الروس فاهمين هذا الامر، لانهم في تصريحات لافروف وبوتين في مؤتمر الصحفي في كازاخستان يوم الجمعه الماضيه قال ان هذا خيار مستبعد، وبيرحب بالحوار ودعا اوروبا بكل لديها مساحه للتفاهم في المرحله القادمه، ووسط الاتراك ان هم يلعبوا دور في هذه المرحله. بكل تاكيد العرب تاثروا كتير، هناك ثلاث قضايا ملحه ضروريه: الامن، الغذاء، امن الطاقه، امن المياه، الامان النووي، لا وامن المياه، وامن المياه في المقام طبعا الاول. واحنا في مصر اشرنا بذلك بالامس، ورئيس تيسي في مؤتمر مياه القاهره اعلن ذلك بالامس في كلمته، وجه رساله للمجتمع الدولي للمنطقه ان هناك كثير من السيناريوهات اللي نتمنى ان يكون لديها درجه كبيره من الحدوث، لانها سوف تكون لديها كثير من المتاعب والتداعيات على المجتمع الدولي وعلى المنطقه في المقام الاول. طبعا اعتقد ان ايضا هناك كثير من الخيارات اليوم. على سبيل المثال في تطور حصل منذ ساعه وساعه ونص حضرتك تبعته، كلنا تابعناه، الجانب الاماراتي بعد زياره الرئيس الشيخ محمد بن زايد لروسيا الاسبوع الماضي ولقائه مع السيد بوتين، اتصل هاتفيا اليوم بالرئيس الاوكراني مكالمه مطوله، والاول مره الاماراتيين يعلنوا موقف في كثير من الاشارات للمجتمع الدولي ومن المنطقه ان هناك رغبة في تخفيض سقف التوتر والعنف في هذه المرحلة الدقيقة. بس دي مش أول حصل مع تركيا، مش أول دور عربي. لا والمملكة العربية السعودية أيضا حصلت، والبعثة العربية اللي سافرت أيضا، وفي بعثة مجموعة عربية بالظبط سبعية موجودة، في دور عربي في هذا الأمر. كان السؤال المطلوب من القمة العربية، مطلوب من القمة العربية أعتقد هناك الآن شعور لدى القادة ولا الدول العربية أن الخطر جلل في المنطقة وفي العالم، وأعتقد هذه القمة لديها مجموعة من المقررات أو القرارات بلغة الأهمية، لأنها لأول مرة لن تكون بجدول أعمال مسبق، سيكون هناك نقاش استراتيجي مفتوح بين القادة خلال هذه القمة، وهذا تطور جديد فيما يتعلق بجلسات القمة العربية. لم تحدث من قبل بالفعل، هذا تم الاتفاق عليه بين الأمين العام للجامعة والرئيس مجيد تبون امبارح والنهاردة، وايضا ما تم خلال الايام الماضيه من خلال اتصالات، يعني هيبقى في نقاش استراتيجي بين القاده وبعضهم البعض بدون جدول اعمال محدد فيما يتعلق، نقاش مفتوح يعني، نقاش مفتوح، واعتقد سيكون الجزء الاكبر من النقاش حول الحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على المجتمع الدولي وعلى المنطقه في المقام الاول. وهذا الامر من شانه ان يوصل او على الاقل يوفر كثير من بنات الافكار العربيه طبعا في هذه المرحله لخلق حوائط صد عربيه لتقليل من حجم التأثيرات والتداعيات على المنطقة وعلى الدول العربية، والخروج على الأقل بموقف موحد والالتزام بالموقف الحيادي الإيجابي الملتزم به كثير إن لم يكن كل الدول العربية باستثناء سوريا منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب. تتوقع تغير فيما يخص وضعية سوريا في الجامعة العربية؟ أعتقد أن هذا الأمر مطروح، لأن السوريين أعفوا الجماعة من الحرك عندما أعلن فيصل مقداد وزير خارجيتهم أنه طلب من الجانب الجزائري ألا يتم إدراج موضوع سوريا، لكن الجزائريين عندهم عنوان رئيسي لهذه القمة هي لم الشمل العربي، والجزائريين مصممين على عودة سوريا
على أن يتخذ قرار في نهاية القمة بفتح المجال لعودتها للجامعة أولاً على مستوى وزارة الخارجية، وأن يكون هناك مشاركة سورية في المرحلة القادمة، خاصة أن حجم الاحتقان من كبر. حصلت زيارات متبادلة في الفترة كتيرة جدا كتيرة جدا يعني. وناس التقوا بعلي مملوك رئيس الاستخبارات السوري وفيصل مقدار قام بزيارات لعواصم عربية، وهناك توجه خليجي. حتى الدول التي لديها موقف من قبل سوريا في ضوء أحداث في أوكرانيا وفي قرار اللي اتاخد في 2012 كان غلط من الجامعة العربية. كان في تسرع والجامعة العربية خسرت كتير، كما خلص في أزمة ليبيا. أزمة ليبيا يعني هما الاثنين أصعب قرارين، وحصل نوع من التراجع في الموقف. أزمة ليبيا يعني نقل الملف للتدويل، كانت مأساة من الجامعة العربية. الاجتماع وزراء الخارجية العرب كان مأساة، هما رفعوا أيديهم ما يتقالش عليه غير كده، وقال لك للتدويل ما يتقالش ما يتقالش عليه غير كده، لأن الاجتماع ده يعني ما علينا، ده مش موضوع الحلقة، لكن التاريخ يعني دايما بيصل. لا، القمة فيها كثير من النتائج والمقررات ربما تكون مفاجأة، لكنها تسم بلغة الواقعية السياسية لمجابات كثير من هذه التحديات في هذه المرحلة الدقيقة.